drug therapy of diarrhea. طبعا احنا عندنا في كونسبت كده ان اول ما يجي عيان عنده دياريه اول دواء بيتكتب له هو انتيبيوتيك. وطبعا دي حاجه خطا مش مظبوطه جدا لان مش كل اسباب الدياريه بتبقى انفكشن. الدياريه ممكن يكون ليها كذا سبب. ممكن تكون حاجه اوزموتيك. ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل دياريه انك انت تاكل كربوهيدرات كتير. لو انت معزوم في اوبن بوفيه والاكل مفتوح فهتاكل. حتى ولو بطنك هتوجعك. غالبا ده بيعمل نوع من الدياريه، فبالتالي ده سبب مشهور جدا من اسباب الدياريه. في كمان ممكن تبقى حاجه سكريتوري، دي بنشوفها برضه بعض انواع الانفكشن زي الكوليرا، بس حتى الكوليرا علاجها ما بيبقاش انتي بايوتيك، بيتعالجها انتي توكسين، ممكن نديه في العلاج بتاع الدياريه. كمان من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها وانا بعالج الدياريه، يعني اول حاجه لازم تدي حاجه بسيطه عن الهيستوري مع العيان. ممكن يكون العيان بياخد دواء والدواء ده بيعمل له دياريه. من الحاجات المشهوره، انا مش هتكلم عن حاجات البيت، الحاجات المشهوره قوي ان يكون العيان مثلا بياخد انتاسيد، والانتاسيد ده لو فيه مغنيزيوم، واحنا عرفنا ان المغنيزيوم من الحاجات اللي ممكن تعمل دياريه. في عندنا حاجه زي الكولشيسين، الكولشيسين ده بيشتغل بنسبه مش قليله، وده ممكن نشوفه مثلا في حاجه زي الميديتيريا فيفر وكده. فبرضه الكولشيسين من الحاجات اللي ممكن تعمل دياريه. طبعا الدياريه المشهوره قوي اللي هي لو انت استعملت انتي بايوتيك، وممكن طبعا يبقى العيان ده بقى حصل له اللي هو سوبر ممبرس كولايتس ودخل في دياريه. فدي اسباب كتيره قوي للدياريه. عشان كده لما يجي لك عيان عنده دياريه خلينا الاول نتعامل معاها على اساس ان هو لو جاي لي في حاله اكيوت سيفير. لو العيان جاي لي اكيوت سيفير دايريا، ايه الحاجه اللي بتخوفني؟ الديهايدريشن. يعني العيان مش هيموت من اي سبب من الدايريا، العيان ممكن يموت من الديهايدريشن. عشان كده بيبقى اول لاين اوف تريتمنت في علاج الاكيوت سيفير دايريا هو الفلويد ثيرابي. الفلويد ثيرابي ده هتديه له ازاي؟ على حسب بقى، لو العيان ما عندوش فوميتنج ممكن تديه له ايه؟ اورال. لو العيان عنده فوميتنج طبعا ممكن تديه له اي في. بتبدا تظبط له الاكل شويه، يعني تتجنب الحاجات اللي ممكن تزود الدياريه، ولو ما فيش رولز في الاكل، يعني في حاجات ممكن تعمل كده على حسب كل واحد فينا. ممكن كمان بقى افكر في حاجه انتي انفكتيف ايجنت. من ضمن اسباب الدياريه زي ما احنا عارفين، ممكن ايه بقى؟ ممكن حاجه بارازيتيك، ممكن حاجه اميبا، هنتكلم عليها بعد شويه بالتفصيل، ففي الحاله دي حدي حاجه سبيسيفيك انتي اميبيك. ممكن تبقى حاجه زي مثلا اللي هو زي السوتو ميمبرس كولايتس، وده كان ليه دواء سبيسيفيك بنستعمله اللي هو مثلا الميتروبيدازول او اللي هو الفانكومايسين. دي حاجات كلها بتبقى سبيسيفيك تريتمنت للدايريا. احنا النهارده هنركز على جاي عيان عنده دياريه بس مش سيفير، وفي نفس الوقت حاجه كرونيك وحابه اتعامل معاها. هنركز في الادويه دي لان الاكيوت دي علاجها زي ما قلت لكم علاجها غالبا بيبقى فلويد ثيرابي. ايه الادويه اللي ممكن استعملها في علاج الدياريه؟ اول مجموعه من الادويه ودي حاجه اسمها انتي موتيليتي. حاجه بتعمل ايه في الموتيليتي؟ بتقلل الموتيليتي. ودي عندي دوايين مشهورين قوي ريليتد للاوبيويد. ده طبعا فيهم مشاكل هنتكلم عليهم دلوقتي. الدوايين ريليتد للاوبيويد
حاجة اسمها لو بيراميد وده موجود ومتاح ويختفي ويرجع يختفي ويرجع فده موجود في السوق. وفي حاجة اسمها داي فينوكسي ليت. داي فينوكسي ليت ده في حتة كتيرة ابتدت تمنعه وهقول لكم ليه دلوقتي. هما دول ريليتد ليه؟ ها؟ للأوبيويد. طب هو كأوبيويد بس طبعا الأوبيويد المفروض ان هو مش هيشتغل ايه؟ سنسر، لان ده لو اشتغل سنسر هتبقى مشكلة فيه. ده هيشتغل ازاي؟ ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو هيشتغل على الاوبيويد ريسبتور اللي موجوده في اللارج انتستين. فهيبدا يقلل او موجوده في الانتستين عامه، يبدا يقلل الاسيتايل كولين ريليس. يبقى عمل الكلام ده ازاي؟ اشتغل على الاوبيويد ريسبتور بتاعته، قلل الاسيتايل كولين ريليس وبالتالي قلل الموتيليتي. ليه كمان افكت تاني؟ حاجة اسمها سبازموجينيك. يعني ايه سبازموجينيك بقى؟ ودي حاجة سبيسيفيك قوي على اللارج انتستين. هي اللارج انتستين وظيفتها ايه؟ ها؟ ابزوربشن لايه؟ لووتر بس. فانت متخيل بيبقى في زي كده فيها نوع من الموتيليتي بتبقى بتحاول ان هي تعمل بتعصر الكونتنت علشان تعمل ايه؟ ابزوربشن للووتر. فانا لما بزود سبازموجينيك افكت على اللارج انتستين انا بعمل ايه؟ بزود الابزوربشن اوف ايه؟ اوف ووتر. فكده بيساعدني في علاج الدياريه. يعني كده الاوبيويد بتشتغل بطريقتين، على الاوبيويد ريسبتور تقلل الاسيتايل كولين ريليز وهتقلل الموتيليتي، هتشتغل كسبازموجينيك برضه على الاوبيويد ريسبتور بس السبازموجينيك افكت بيبقى في اللارج انتستين. ولو اشتغل في اللارج انتستين هيعمل ابزوربشن لايه؟ ابزوربشن للووتر كونتنت اللي موجود وده بيساعدني في علاج الدياريه. طيب ايه الفرق بين الاثنين وايه اللي خلى اللوبيراميد موجود بيختفي بس بيرجع تاني وغصب عننا بنستعمله؟ الدايفينوكسيليت التعامل معاه بقى صعب شويه. الفرق بينهم فين؟ هو المفروض دول كاوبيويد يبقى ابزوربت ولا نوت ابزوربت؟ نوت ابزوربت ليه؟ عشان ما اشتغلوش على ايه؟ على السي ال اس. اللوبيراميد تقريبا نوت ابزوربت. يبقى السيفتي بتاعته ايه؟ ها؟ عاليه. نوت ابزوربت معنى كده ان ما فيهوش سي ال اس سايد افكت. الدايفينوكسيليت لا مش زي اللوبيراميد. الابزوربشن بتاعه فيه زياده شويه. فكده هيبقى فيه ريسك للايه بقى؟ للسيستميك افكت كاوبيويد. وده اللي بيخلي الدايفينوكسيليت في حتت كتيره ما بقتش الحاجه بتستعمله. وحتى الناس التانيه اللي بتستعمله بتحط عليه اتروبين. يعني مش هتلاقي الاتروبين ده مع اللوبيراميد. ليه بقى حاطط اتروبين؟ تعالى نشوف فايده الاتروبين. نمره واحد، ها؟ اولا اتروبين هيعمل ايه؟ انتي موتيليتي. هو ده بيقلل الموتيليتي. فدي فايده. الفايده الثانيه هو فيش مش جزء منه سبازموجينيك وده ممكن يعمل بين العيال فهو هيقلل شويه السبازموجينيك ولان طبعا في تناقض من شغله. بس ليه اكشن ثاني بقى؟ حد خد اوفر دوز مثلا؟ الاتروبين فاكرين الاتروبين توكسيستك؟ الاتروبين بيعمل ليرنج اوف فيجن دراي ماوس. فالعيال ده كانوا بيعملوا ايه؟ يجيب الدايفينوكسيليت لو لوحده، ها؟ يطحنه وممكن يستعمله. يبقى ده كده بقى ايه؟ بقى ده موجود في السوق ممكن يطحن ويستعمل كدراج ابيوز لانه اوبيويد ومش وحش، امتصاصه مش وحش. وجود الاتروبين فيه عمل ايه بقى؟ ها؟
خلى الابيوز بتاعه ها يقل. فانا كده خدت من الاتروبين ثلاث حاجات. هو نمره واحد انتي متنسي هيساعدني، نمره اثنين هيوقف السبازموجينيك افكت او يقلل شويه السبازموجينيك افكت فيقلل البين اللي ممكن يعمله، حاجه كمان ان هو بيقلل الابيوز بتاع الدايفيروكسيلين. ده مش هتلاقيه مع مين؟ مع اللوكرامين، لان اللوكرامين ده بي ايه؟ ما بيمتصش تقريبا، ما بيمتصش خالص. طيب دول بقى هيستعملوا في دي حته بقى مهمه قوي قوي قوي. طب دول هيستعملوا في اي نوع غالبا؟ انا مش هقول يستعملوا في اي نوع غالبا، انا هقول ممنوع استعمالهم في اي نوع دياري. ممنوع منعا باتا تستعمل حاجه من دول في انفكتيف دياري، في وجود فيفر، في سيستميك مانيفستيشن مع العيان. ممنوع تستعملها في الاطفال الصغيرين. طب هو انا ليه مش هستعمله في انفكتيف دياري؟ هو السبازموجينيك افكت احنا قلنا هيمتص ايه؟ هيمتص ميه. طب انت متخيل بقى لو كان في توكسينز في المكان ده ها هيحصل لها ابسوربشن، وبالتالي ممنوع منعا باتا. دي اهم حاجه فيه. استعماله مش مهم عندي، لكن عدم استعماله ده الاهم. اوعى تديه في واحد عنده انفكتيف دايريا، واحد عنده بلادي دايريا، واحد عنده سيستميك مانيفستيشن مع الدايريا، واحد عنده فيفر مع الدايريا. ممنوع تديه في طفل صغير، ممنوع منعا باتا. لو اديته في حاله من دول ها كده التوكسينيا ممكن ايه؟ ممكن تزيد مع العيان ده. ليه ما بديهوش بقى في الاطفال الصغيرين؟ برضو لان هو ممكن يعمل لي سيستميك افكت، وده مع الكبار برضو، بس هنشوفها اكتر مع مين؟ الدايفينوكسيلين مش مع الاوبيرامين. والحاجه الثانيه اللي بنخاف منها ده انتي موتيليتي محترم جدا جدا جدا. ممكن يدخل العيان بتاعي في باراليتيك ايليس. عارفين يعني ايه باراليتيك ايليس؟ شلل المعده. يبقى في اللوبيراميد والدايفينوكسيلين هنركز على دول. الميكانيزم بتاعهم كاوبيويد ها؟ نمره واحد هيقلل اسبيرين ريليس وكمان سبازموجينيك فيساعدني على امتصاص الميه من اللارج انتستين. ممنوع تستعملهم في ايه؟ انفكت، بلاد، فيفر، سيستميك مانيفستيشن، اطفال صغيرين، اوعى تستعملهم في حاجه زي دي. لان لو استعملتهم في حاجه زي دول هتعمل توكسين للعيان، وكمان ممكن يبقى سيستميك افكت ده ممكن يوصلني للسبيراتوري سنتر ديبريشن، بس ده هنشوفه اكتر مع مين؟ مع الدايفينوكسيليت، مش هشوفه مع اللوبيراميد، وكمان ممكن يدخل العيان في باراليتيك ايلنس. عشان كده اللوبيراميد موجود، لكن الدايفينوكسيليت هو بقى اللي بقى فيه حتت كتيره بتخاف منه، وزي ما قلت لكم علشان يستعمله بقى يحط معاه ايه؟ اتروبين عشان يقلل شويه الابيوز بتاع الدواء ده. ممكن كمان نستعمل حاجه اللي هي بتزود الفيسكوستي بتاعت الاسطول، ودي بقى حاجه سهله زي ايه؟ ممكن تستعمل ايه بقى؟ ممكن تستعمل حاجه زي مثلا السايلوز، حاجه زي البراد، اي حاجه تعمل ايه؟ بدل ما يبقى فلويد فتدي حاجه تعمل بالك كده. فدي برضه هو زي مين؟ ده من اشهر الحاجات اللي موجود في ادويه السوق كتيرة قوي مع الاطفال، حاجه اسمها كوالين، حاجه اسمها بيكتل، ودي حاجات بتقلل الفلويديتي بتاعه الاسطول. وهو المشكله كلها في الدائريه بتبقى ايه؟ الفلويد ده بيعمل ستيميوليشن للارج انتستين فيدي ديزاير اوف ديفيكيشن. فانت كده بتحاول تزود الفيسكوستي، تحاول تقلل الستيميوليشن بتاع الاسترتش فايبرز، فبالتالي دي تبقى بتفيدني فيها. فدي حاجه يعني ممكن اللي هي بنستعملها، لان حاجه بنسميها ادزوربنت يعني ايه؟ ادزورب اللي هي على السيرفيس بتاعها
تبدا تحجز بقى اللي هو التوكسينز اللي موجود، تبدا تعمل لي بروتكشن للانتستين، تبدا تزود الفيسكوستي بتاعت الستول كونتنت. دي كلها ممكن استعملها كحاجه برضو انتي بايريال ايجنت. كمان من ضمن الحاجات في حاجه اللي هو اسمها البيزمس سبساليسيليت. البيزمس سبساليسيليت ده برضو من الحاجات اللي ممكن تستعمل في الدايريه لوكال برضو. البيزمس في ميزه هو سمعناها قبل كده في البيبتيك ألسر، هو بيكون بروتكتيف لير، هو كمان كان ليه لو فاكرين كان ليه انتي اتش بايلوري، ليه انتي بكتيريال افكت، فممكن استفيد بيه في الحالتين دول. طب الصب سلسليت ده سلسليت هيقلل ايه؟ تكوين مين؟ بروستاجلاندين. هو ايه علاقه البروستاجلاندين بالدايريه؟ بروستاجلاندين في الانتستين ده بنسميه سكريتوري، ده بيعمل سكريشن للجوس بتاع الانتستين. فانت كده بتستفيد من البيزمس واللي هو معاه الصب سلسليت. يبقى المست البيزمس بروتكتيف، البيزمس ممكن يبقى معاه اللي هو بيقلل البكتيريا، السبساليسيليت بيقلل لي البروستاجلاندين اللي هو سكريتوري مع الانتستين. في دواء سمعنا عنه قبل كده اللي هو الكلونيدين، بس الكلونيدين ده بقى مش في اي حاجه تانيه. حتى فاهم الكلونيدين كان ايه؟ الكلونيدين ده كان الفا 2 اجنس، ولو نرجع زمان كان في عندي حاجه اسمها هوموتروبيك وهيتيروتروبيك. ده هنا متوقع هيعمل ايه؟ ده الفا 2 اجنس. الالفا 2 ريسبتور بتاعت مين؟ بتاعت الادرينرجيك. هو هنا بقى هيشتغل الهيتيروتروبيك فيعمل انهبيشن للريليز. مين الترانسميتر المسؤول عن الموتيليتي في الانتستين؟ اسيتايل كولين. فهو هيعمل فيه ايه؟ هيقلل اسيتايل كولين. ده لو تفتكروا زمان في الادرينرجيك قلنا في حاجه اسمها هوموتروبيك وحاجه اسمها هيتيروتروبيك. هو هنا هيبقى هيتيروتروبيك عشان يقلل الاسيتايل كولين ريليز. كمان في حاجه مهمه قوي، الكولين ده من الحاجات اللي هي الى حد ما بتقلل البين سنسيشن. طبعا العيان اللي عنده دايريه وعنده كوليك وسكيب بيبقى فيه سكيب بين، فالكلونيدين من الحاجات اللي هي اجري مايلد انالجيسيك افكت، فدي برضه بتبقى مفيده مع الكلونيدين. بس ده هيستعمل في انهي دايريه؟ ده سبيسيفيك. طبعا في الدايريه اللي هو هنعرفها الناس اللي هي بتبقى ماشيه على هيروين. الهيروين ده اوبيويد يا جماعه. طب الاوبيويد المفروض لو واحد بياخد اوبيويد يبقى عنده كونستيبيشن ولا دايريه؟ اوبيويد ها؟ كونستيبيشن، سوري يعني كونستيبيشن؟ طيب تعالى بقى العيان ده انا بعالجه فبسحب له الاوبيويد. اعراض السحب بتاعت اي ماده بتستعمل غالبا بتبقى اعراض السحب اللي هي ايه؟ العكس بتاع هيبقى العين ده عنده ايه؟ هيبقى عنده دايريه. فانت بتستعمله علشان تقلل الدايريه. نمره اثنين كمان بنستعمل سبيسيفيكالي قوي في الدايريه بتاع الدايابيتك نيوروباثي. هو مريض الدايابيتس يجي له كونستيبيشن ولا دايريه؟ مريض الدايابيتس الدايابيتس خد بالك ده عنده بوليوريا يعني بيسقط ميه كتير، الطبيعي يبقى عنده ايه؟ كونستيبيشن. الدايريه اللي بتيجي في الدايابيتس بتبقى سببها ايه؟ سببها نيوروباثي، التهاب اعصاب. مش انتوا بتسمعوا عن مريض الدايابيتس ان هو يبتدي ايه؟ اطرافه تنمل. التنميل ده جاي من ايه؟ ها؟ دي برضه اسمها ايه؟ نيوروباثي. يعني ايه يا دايابيتك نيوروباثي؟ يعني في ستيميوليشن للنيرف ريسبتور او نيرف فايبرز بدون اي ستيمولس. هي دي مشكله مريض الدايابيتس. فمريض الدايابيتك عنده ستيمولشن في النيرف وده عامل له زي نوع كده من السكريشن وده مدخله في دايريه. يبقى انت لما تشوف دايريه في مريض دايابيتس
دي حاجه كومن ولا كومبليكيشن حصلت؟ كومبليكيشن بنسميها ايه؟ دايابيتك نيوروباثي. فالدايابيتك نيوروباثي دي ليها علاقه بال السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي ايه علاقته بالالفا 2 اجونست؟ الفا 2 اجونست كانت بتعمل ايه في السايكليك اي ام بي؟ بتقلله. فالسايكليك اي ام بي يبقى دي من ضمن السيولز بتاعه الدايابيتك نيوروباثي. دي سيولز واحده منهم بتقول ان السايكليك اي ام بي سبونتينيوسلي كده زايد لوحده من غير اي ستيمولس. فالعيان بيخش لي فيه سكريتوري دايريا. فهو الالفا 2 اجونست بتعمل ايه في السايكليك اي ام بي؟ بتقلل السايكليك اي ام بي. يبقى دي هي الادويه اللي هستعملها. هعمل بقى سمري الادويه اللي هي الدايريا. يبقى اتفقنا نمره واحد مش اي حاله دايريا تديها انتي بايوتيك، صح؟ دي قاعده لازم نتعامل معاها. حالات اللي بديها انتي بايوتيك لو انا مشخص حاله انفكشن، يعني عيان جاي لي بفيفر وجاستروانترايتس وانا عارف ان عنده مثلا اميبا، في سبب للانفكشن عامل له الدايريا. طيب هنركز على اوبيويد دراجز. في عندي نوعين، لوبرامين ودايفيروكسيديت. اللوبرامين والدايفيروكسيديت دول ايه؟ دول اوبيويد انتاجونز، دول اوبيويد انتاجونز، بس ميزتهم ان هم ايه؟ نوت ابسوربنت. مين اللي كومبليت نوت ابسوربنت؟ هو اللوبرامين. الدايفيروكسيديت شويه ابسوربنت، عشان كده بتحط معاه ايه؟ تحط معاه اتروبين. تحط معاه اتروبين علشان تغير السبازموجينيك افكت، تقلل الابيوز بتاعه، وهو كمان الاتروبين انتي سبازموتيك او دي انتي موتيليتي افكت. اتفقنا الادويه دي لا تستعمل في مين؟ انفكت، بلاد، سيستميك، فيفر، اطفال. اوعى تديهم في حاجه من دول، هتعمل مصيبه للعيال. ايه المصيبه اللي هتعملها؟ توكسيميا. وممكن لو دايفينوكسيليت يخش في ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، وهو ده او ده الاثنين يدخلوا العيان في باراليتيك ايلنس. فخد بالك من عدم الاستعمال. امال هتدي في ايه بقى؟ ها؟ اللي هي ايه؟ اللي هي بس شويه موتر دايريا كده، سيمتوماتيك دايريا، حاجه خفيفه بدون فيفر. هو ده الاستعمال بتاعه، وده بنستعمله فعلا في كذا. في حاجات بقى اللي هي بتزود الكونتنت وبتزود الفيسكوستي وتقلل الفريكونسي. انت لما بتزود الفيسكوستي بتقلل. مريض الدايريه بيبقى ايه؟ كل شويه ايه؟ رايح على الحمام، ده لو عنده ووتر دايريه. فانت بزياده الفيسكوستي دي بتقلل الفريكونسي. انت ما بتوقفش الدايريه، الحاجات دي ما بتوقفش الدايريه. الحاجات دي بس بتقلل الفريكونسي بتاع مروح الحمام. فدي حاجه اللي اما ادزوربنت اللي هو زي الكوالين زي البكتين، ودي ابزورب التوكسين بروتكت الانتستين وبتزود الكونتنت فتقلل الفريكونسي بتاع الدايريا. اتفقنا بيزما السبستانسيليت. البيزما السبستانسيليت ده بروتكتيف، البيزما بروتكتيف انتي بكتيريال، والسبستانسيليت بيعمل ايه؟ بيقلل تكوين البروستاجلاندين اللي هو في الانتستين بيبقى عباره عن حاجه اللي هو سكريتوري. اتفقنا الكلوزين. ها كلوزين فيري سبيسيفيك، مش اي حاله دايريه. في حاجتين لازم نبقوا معروفين اللي هما مين؟ الدايريه اللي اسوشيتد مع الاوبيويد ويزدرول والدايابيتيك نيوروباثي. الفكره بتاعته ان هو الى حد ما طبعا هو بيقلل البيت شويه كمان، لكن هي الفكره بتاعته ان هو بيقلل السكريتو دايريه ويقلل السايكل الاي ام بي، فبيقل نوع الدايريه. من ضمن اسباب الكومن قوي في الدايريه اللي هي الاميبا. تعالى بقى ناخد حاجة عن الأميبا ونتخيل مع بعض إن الأميبا هي وضعها إيه في مصر؟ اندمج وما تتوقعش إنها تروح. هنعرف ليه دلوقتي. طيب إحنا درسنا الأميبا، أكيد درسناها. عندي كام فور من الأميبا؟ لو انا دخلت يبقى هنا دراج ثيرابي اوف اميبا.
انا العيان بتاعي ممكن يجي لي ادي الانتستين بيجي لي بحاجه اسمها سيست اميبيك سيست. والاميبيك سيست دي في بعض الناس بيسميها ليومينال. ليه بنسميها ليومينال؟ ها موجوده فين؟ في اليومين بتاعت الانتستين. سؤال، لو جالك عيان عنده سيست، هي سيست دي انفكتد؟ هي لوحدها كده مش انفكتد، لازم تتحول الى حاجه اسمها ايه؟ فيجيتيتف فورم، والفيجيتيتف فورم هو اللي انفكتد، صح؟ ده سيستك فورم. ممكن السيست دي تتحول لايه بقى؟ تتحول الى فيجيتيتف، والفيجيتيتف ده يبدا تو انفيد الوول بتاع الانتستين ويبدا يخش في الوول بتاع الانتستين، وفي الحاله دي هنسميه تيشو فورم. يبقى في فرق. اليومينال هو ايه؟ هو سيست موجود في اليومين بتاع الانتستين. لو اتحول لفيجيتيتف دخل فين؟ دخل في الانتستاينال وول وبقى اسمه تيشو فورم، وده هيدي العيان حاجة اسمها اميبك ديزنتري. يبقى ادي أول فور العيان ده جاي لمين؟ ده بنسميه سيست فاسر، أو واحد سيست. وده عيان دايما مش من حاجة، بس تعمل له روتين ستول يطلع عنده إيه؟ يطلع عنده سيست. وما جاي مش ما فيش شكوى، نادرا ما تعمل شكوى، نادرا، ولو عملت الحاجة بسيطة قوي قوي قوي. لو اتحول ودخل في الوول بقت اسمها ايه؟ ديزل. هنا العين هيجي لك بايه بقى؟ ديزل. ايه يعني ايه ديزل تريم؟ ها؟ اللي هي بقى ديزمس وبلاد وميوكس، ده الديفينيشن بتاع الديزل. ساعات التيشو فورم ده بيقوم رايح على الليفر فيعمل حاجة اسمها اميبيك هيباتايتس. يعني تقريبا انا عندي كام فور من الاميبا، في السيستيك فور، في الديزنتري، وفي اللي هو الهيباتايتس او الاميبيك هيباتايتس. المشكله عندي بقى ايه؟ وده اللي مخلينا العلاج الاميبا في مصر لسه ما عنديش دواء يشتغل على كل ده. عندي في ادويه بتشتغل على السيست. اللي بيشتغل على السيست ده هو اشهرهم، انا هقول كله بس هو ده اللي بيتعرف، دايلوكسانيد. ده اشهر واحد وللاسف مش موجود في مصر او مش عارف يعني ما بينزلش في مصر لانه حاجه رخيصه جدا. بس شائع جدا في مصر، ما تلاقوش للاسف. في حاجات تانيه؟ اه في حاجات تانيه. من الحاجات التانيه اللي موجوده مش هخش فيها قوي بس عشان تبقوا عارفين، وبرده للاسف مش متوفره قوي. في حاجه اسمها بارومومايسين. وده حاجه من الاميلوبلاكوسايد، والاميلوبلاكوسايد ده نوت ابزورفز وبيشتغل توبيكالي على الانتستين، وهو بيقلل الاورجانيزم او بيقلل البكتيريا اللي هي المفروض ان هي بتبقى ايه؟ هي الحاجه اللي بيتغذى عليها ايه؟ الجزء بتاع الاميبا. فده البارومومايسين. في حاجه اسمها ايودو كينون. وده الحكايه، ده اللي هو الانترفورم اللي هو موجود في مصر هنا. الدواء ده اول ما نزل عشان بس يعني تبقوا عارفين كان اللي هو داي كلوروكينول، فكان فيه 2 كلور. الدواء ده اول ما نزل السوق عمل مشكله جامده، بدا يحصل منه حالات نيوروتوكسيستي وكانت ليها علاقه بالاوبتيك نيرف. فطبعا الدواء ايه؟ لازم ايه؟ يتسحب. فرحنا منزلين مين؟ الايودوكينول. بس خد بالك بقى من حاجه،
ايه مشكله الالبوكانول؟ ان هو يعني هو نزل بعد دواء سيء السمعه، بقى سمعته هو كمان ايه؟ سيئه. وبالتالي برضه بنحدد، بس ده عشان الاقونس عشان يعمل فكره ان هو المشاكل بتاعته يعمل النيورو توكسيستي اللي عملها الدواء الاولاني ده محتاج جرعه كبيره قوي، ودي ما بنوصلهاش المفروض في العلاج. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو في ديود صح؟ فالديود هيأثر على مين؟ على الثايرويد. بس هو انا هستعمله قد ايه؟ انا هستعمله ايه؟ شورت تيرم. فبرضه فكره ان هو يأثر على الثايرويد، فمشكلته بقت نيورو توكسيستي، والمشكله الثانيه هي الثايرويد ديسفانكشن. اه الناس بتسحبه، بس هو ما هو انت بص بقى اللي حصل ايه؟ انت سحبت ده، او يعني ده بقى قليل قوي، وكمان سحبت لي ايورو كيور ماشي؟ طب انا هعالج السيست ازاي؟ وهنشوف بعد شويه ما فيش عيان عنده اي فورم من الاميبا الا لما لازم تيراديكيت الايه؟ السيست. فدي نقطه مهمه قوي. في كمان حاجه زي التترا سايكلين. التترا سايكلين ده انتي بايوتيك بس ساعات برضه مستعمل في السيست. يعني انا عندي اربع حاجات ممكن تستعمل في السيستم. تقريبا الوحيد اللي بيستعمل هو مين؟ ها؟ هو الدايلوكسامين، ده اللي هتعرفه. البارولومايسين اوكي ممكن. الايوروكينول وحط له حكايته، ايوروكينول دواء سيء السمعه، طالع من عيله سيئه السمعه. وبالتالي في مشكله في النيوروتوكسيستي وفي مشكله في الثايرويد، بس دي مش مشاكل كبيره قوي بتحصل على دوز عاليه قوي. وفي تترا سايكل. الدايلوكسامين بقى بيشتغل ازاي؟ خد بالك في حاجه في الكاينتيك بتاعته عشان ما نتلخبطش. هو الدايلوكسامين تقريبا 90% منه ابزوربد. 90% ابزوربد. امال مين اللي بيشتغل؟ ها؟ هي ال 10% بس اللي بتشتغل. طب انا ليه يعني ليه بقول ان 90% ابزوربد؟ لانه هتلاقي ان في مشكله فيه. بما ان 90% منه بقت ابزوربد، ها؟ ده ممكن يبقى تلاتوجين. دي مشكله. بنخاف منه في الاسم. يبقى هو ال 10% فقط اللي هيفضلوا هم اللي هيشتغلوا على السيستم. و90% ابزوربنج هيدوني اي افكت؟ لا. بس خوفوني من ايه بقى؟ خوفوني من التراكوجينستي، فبالتالي مخافه دي واحده حامل. ده المفروض هيستعمل في ايه؟ وانت مغمض. وانت مغمض. في الاخر هعمل في كلينيكال فورم من الهيليوم. اي فورم من اميبا لازم العيان ياخد الدايلوكسين. اي فورم بتتقلي، بمعنى لو جالك العيان ها جاست ايه؟ سيست فصل هتديه ولا لا؟ هو مفيش غير. طب لو جالك العيان بالديسنتري، خد بالك في الديسنتري انت عندك ايه؟ في فيجيتيف فورم وفي سيستك فورم، صح؟ وده لازم تعالجه، وما عنديش دواء يعالج الاثنين للاسف، فلازم تديه كمان ولا لا؟ لازم تديه في الديسنتري. طيب في الهيباتايتس ها؟ انت عندك السيست اتحولت لفيجيتيتيف، والفيجيتيتيف دي راحت كمان فين؟ راحت في الليفر. يبقى انت في عندك السورس اوف انفكشن اللي هو مين؟ السيست. تديه ولا ما تديهوش؟ تديه. يبقى قاعده. ايه القاعده بقى؟ اي فورم من الاميبيك كلينيكال فورم لازم ده يتاخد. لو هو سيست حصل بس هيتاخد ايه؟ لوحده. لو هو اي فورم من التاني هيتاخد مع الادويه اللي بتشتغل على ايه؟ على الفيجيتيتيف فورم. طيب مين اللي هيشتغل لي بقى على الفيجيتيتيف فورم؟ هيجي لي اشهر دواء اللي هو مترو ميدازول. ده بقى يعني هنتكلم عليه بشويه بالتفصيل. ميتروميدازول اللي هو الفلاجيل صح؟ طيب ده هيشتغل ازاي؟ ده كل حاجه فيه مهمه. اولا ده عباره عن بروجرام
بتحول لاكتف فور، والاكتف فور دي بتبقى حاجه اللي هي بنسميها اكتف اوكسجين سبيشيز، ويبدا يكسر في الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم اللي هيشتغل عليه. يبقى هو برو دراج تحول للاكتف فور واشتغل لي على الدي ان ايه. كويس، هيأثر على مين؟ سمعناها قبل كده. كان واحد من الريجمنت بتاع ايه؟ بتاع الانتي اتش بايلوري. ده نمرة واحد. كويس. نمرة اثنين، حديث البروتوزوا. البروتوزوا اللي هي بيقول مين؟ اميبا، جارديا، ها؟ ترايكومونس. دول البروتوزوا. ينفع في الثلاثة. لازم يتاخد في الثلاثة. ده بقى تقريبا من اكثر الادويه اللي بيكتبوها دكاتره الاسنان. فلاجيل. ليه بقى؟ بيشتغل على الانيروبس. انيروبك. فاكرين استعملناها في الكلوستريديا ديزيز؟ فاكرين؟ استعملناها في الانيروبس بقى احنا ممكن نستعمله في برين ابسس، ممكن تعديه في سيستميك انيروبك انفكشن، تديه في التراتيف جينجيفايتس، تديه في دنتال ابسس. دكاتره الاسنان بيستعملوا الميترونيدازول رهيب. هما دوين يعني بيدوه كتير قوي. هو ده الفلاجيل والدلاسين. الدلاسين هو الكليتانوس. دول بيستعملوا كتير جدا مع دكاتره الاسنان. هو هنا بيديه عشان ايه؟ عشان الانيروبس. يبقى الميترونيدازول ها بيشتغل في ايه؟ في ثلاث استعمالات. نمرة واحد انتي اتش بايلوري، ده في ريجيم الانتي اتش بايلوري. نمرة اثنين بيشتغل في البروتوزو اللي هم مين ومين ومين؟ البروتوزو اللي هو الاميبا والجارديا والترايكومونس. بيشتغل في الانيروبيك انفكشن، برين ابسس، دنتال، التراتيف جنجيفايتس. بيشتغل فيه كل الحاجات دي بتبقى سنسيتيف للميترونيدازول. هقف هنا وهقول لكم هو ليه بقى الأميبا في مصر تندلج؟ هي الدوز بتاعت الميترونيدازول كام في الأميبا؟ أي حد فينا لو جاله أميبا لو كتب له فلاجيل ياخد يعني إذا كان ياخد 250 ولا هياخد 500 هياخد لمدة 3-4 أيام وإيه؟ طبعا في عيب خطير جدا بيخلينا نوقف الكليه. ها هقوله دلوقتي. ها؟ طبعا السلامه وبيدي اللي هو الميتاليك تيست بيبقى طعم بق العالم بيكره الدنيا وهو بياخد الميتاليك. الدوز بتاعت الميتاليك كام؟ عشان تراديكيت فيجيتيتيف فورم من انيما 750 ملي جرام 3 times daily for 10 days. 750 ملي جرام يعني لو الرص 250 ثلاث مرات، طبعا لازم انزله 500. تاخد رص ونص ثلاث مرات في اليوم، كم يوم؟ 10 ايام. هل في حد بيستحمل ده؟ مفيش. وطبعا عشان كده يجي لك العيان عنده اميبا عارف زي ما انت عارف حضرتك. مش هيخف ان هو هياخد الميتروميدازول هم يومين ثلاثه الجايه يقف هيكره نفسه وهيوقف الميتروميدازول. ايه السايد افكت بتاعه؟ السايد افكت بتاعته نمره واحد ودي اللي بتخليه يوقف. هو زي ما الدكتور قال هي هو بيبقى اكسكريتد في السلايفا وبيعمل حاجه اسمها كاركترستيك ميتاليك تيست. ميتاليك تيست العيان بيجي يقول لك حاسس ان طعم بقي ممرر في كده، حاسس ان انا مزنخ، هو بيقول كده. وبالتالي دي حاجه لو كلنا انا متاكد ان نسبه كبيره مننا جربت الفلاجيل لان هو بيستعمل كانه يعني حاجه كده زي اللبان وزي زي البيبسي والحاجات دي. واول ما بياخد بعديها بيوم يومين يبدا يحس بالايه؟ بالطعم ده. ودي حاجه طبعا بتخليه يكره. في حاجه يمكن مش مذكوره عندنا بس برضه مهمه جدا للي حابب يعرفها. يبتدي ياثر شويه على البالانس بتاع الاكسيلس
سيب الناس الكلام بيتأثر، ده العيان ده مدلوح مش مركز قوي، هو كده هو مشكلته كده. بس يعني تخيل بقى واحد طعمه بقه وحش قوي وكمان مش مركز قوي وابتدى يبقى عنده زي دلوخه كده ودوخه، كل ده من الدواء اللي خده، وده انت بتطلب منه يمشي عليها بالليل وكم مره في اليوم وكم قرص؟ ثلاث مرات في اليوم لمده 10 ايام. لو حد فيكم كان جاي مجموعه الجزم وخد الدوز دي انا يعني هديله الفول مره، مش هدخله في حاجه. حد عمل كده؟ محدش. وعشان كده هو الدنيا الأميبة دي مشكلتها. من ضمن المشاكل بتاعته كمان غير بقى الميتال التيست، طبعا هو تلاتوجينيك تلاتوجينيك، ده ميتال جازور، ده دي ان ايه، فطبعا ده تلاتوجينيك. بس كمان في حاجتين مهمين. نمره واحد هو نظام الهيلث. مين الدواء اللي بيخاف بقى لما تديه معاه؟ ها؟ الدواء الاندكس بتاعه قليل و وفرن. فدي نقطة مهمة جدا، هو انزايم انهبيتور. مش بس كده، ده كمان الميتروليزول ليه حاجة اسمها دايسلفيران لايك اكشن، أو اللي هو الألكول انتولرانس. فاكرين حاجة زي كده؟ يعني إيه الألكول انتولرانس؟ العيان اللي هياخد فلاجيل ما يشربش ألكول. لو شرب ألكول هيعمل له كل المشاكل بتاعه الدايسلفيران بالظبط. وجت مره انا قلت لكم قبل كده انه من ضمن الهبد اللي بنسمعه يقول لك حد عايز يبطل الكحول، فالدكتور اداله الميتروليدازول لمده سنتين يمشي عليه عشان يعمل له دايسلفيران لايك اكشن. ده يتحكم، ده لو الدكتور عمل كده يتعدم، هو مش مصرح ليش كده خالص. تدي عيالي سنتين فلاجيل وهو ميوتاجينيك وكارسينوجينيك، لو اتخذ جرعات كبيره عشان ما تخلطوش يعني، مين اللي قال كده؟ دي حاجه مش ممكن. طبعا ده كلام حقص، هو ما يستحملش الا في كده. والمفروض ان هو زي اي انتي، على فكره انتي مايكروبيال انتي افكتيف، المفروض ما يطلعش الا روشته بدوز كل البريكوشنز مع الانتي انفكتيف ايجنت. برضه في حاجه ممكن تكون مش عندنا بس مهمه قوي قوي قوي، وانا بعتبرها اهم حاجه يمكن في كل ده، اللي هو بيعمل دارك يورين. دي تعرفوها برضه. دارك يورين هي هارمليس ولا ليها اي مشكله، بس انت متخيل العيان بتاعك ها جاي لك وكتبت له دواء، روح البيت لقى البول بتاعه منه ايه؟ بقى بني شويه. طب ما دي حاجه تقلق رغم ان هي حاجه مش ايه؟ انا في رايي الشخصي دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان العيان هيقلق منه رغم ان هي ايه؟ ها؟ هارمس ولا ليها اي مشكله خالص. فدي برضو من الحاجات اللي بتخوفنا، او يعني تاخد بالك وانت بتكتب المترو ميدازول. فدي كوبرا حاجات اللي هي الادرس افكت بتاعته، اللي هي زي ما قلت طبعا ميتاليك تيس النمره واحد، قلت السي ان اس براونس كونفيوجن، ودي برضه بتضايق العيان. الدواء ده تلاتوجينيك، الدواء ده انزايم انهبيتور، الدواء ده الكول انتولرانس، يعني وانت بتديه ما تديش معاه الكول للعيان. الدواء ده زي ما قلت فكره ان هو الدارك يورين وان هي تبقى هارمس ولكن برضه بنخاف منها لان العين بيقلق منه. طيب الميتروميدازول كانت مشاكله كلها زي ما قلت لكم، دوز قد ايه؟ ها؟ بتتكلم في ايه؟ 10 ايام، 3 مرات في اليوم. فابتدينا نطلع ايه؟ طلعنا حاجه اسمها تيميدازول. واللي حابب يعرف برضه طلع حاجه اسمها سكميدازول. يعني تاني دازول ده اللي هو موجود في السوق اسمه فاسجين، وده عباره عن ايه؟ فاسجين مكتوب عندنا. ده عباره عن ايه؟ علبه فيها كام قرص؟ 4 قرص بس. عندي اخدها ايه؟ وانس. بس برضه احنا مش متاكدين ان هي تتاخد ايه؟ وانس.
فبقول للعيال خدها ايه؟ خدها وانس بس على كل يوم وانس، كل يوم اربعه، كل يوم اربعه. طبعا الميزه اللي فيه طبعا كومبلاينس، اربع اقراص وخلاص ومره واحده، عكس الثاني اللي هو كان ايه؟ 10 ايام وثلاث اقراص في اليوم. طبعا الناس قالت افكت التي هاف بتاعته لونج جميل حلوه، لكن زي ما قلت لك ده موجود في السوق اربع اقراص وبيتاخد مره واحده وممكن تعمل له ريبيتيشن. طلع بعدين اللي هو السكنيدازول، السكنيدازول ده برضه اربع اقراص، ده اللي هو اسمه ساجنتيل، طلع اربع اقراص مره واحده يتاخد وانس، والشركه اول ما نزلته قالت ايه يتاخد ده بقى يتاخد ايه؟ مره واحده بس. اكتشفنا بعد شويه انه لا برضه مره واحده ما بتبقاش ضامن قوي ان هو يشتغل. بس ناخد بالنا من حاجه، هي الادويه دي كلها بتشتغل على انهي فورم؟ فيجيتيتف. ها؟ ليها دعوه بالسيست؟ لا. لازم تدي معاها ايه؟ الدايبوكسامين معاها. طب لو انا بقى جربت كل دول ومش نافع مع العيان اي حاجه خالص وحاله ريزيستنت جدا للتريتمنت، في دواء لاست تشويس، ده لاست تشويس وده ما يتاخدش الا جوه مستشفى اندر اي سي جي، ده ما يتاخدش كده في الشارع، حاجه اسمها الميتين وده لاست تشويس، وطلعوا منه حاجه اسمها ديهايدرو اميتين. الاميتين ده ما بيتاخدش الا جوه المستشفى، ولازم تمونيتور السي بي اس اندر اي سي جي اللي كان بيأثر على البوتاسيوم ليفل، وبالتالي ده يتاخد جوه المستشفى. طبعا غير بقى ان هو ليه اسم مشاكله كتيره قوي، وده عمري ما اديه فيه بره المستشفى. طيب لو الحاله بقى جت لي بهيباتايتس، حد مين؟ سمعنا عنه قبل كده في الملاهي، كلوروكين. مش هخش بقى في تفاصيله، هي الكلوروكين ده بتاع الاميبيك هيباتايتس. طب تعالى بقى انا عندي كام كلينيكال فور؟ ها؟ ثلاثة. سيست باسل، أميبيك ديزنتري، أميبيك هيباتايتس. هتعالج كل حاجة ازاي؟ ها لو سيست كسر فقط مين؟ دايركت سليمت. طب لو أميبيك ديزنتري هتدي واحد من دول بس، طبعا مثله دازول أو التاني دازول، يعني الإيميتين ما تفكرش فيه إلا فين؟ في الآخر خالص. هتدي لوحده ينفع؟ لا. لازم تدي معاه اللي هو الدايلوكسامين. والدايلوكسامين ما قلتلكوش على الدوز بتاعته، الدوز بتاعته بتبقى حوالي 500 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم 10 ايام، برضه جزء ايه؟ ممله جدا لمده 10 ايام. طيب جالي بقى اميبيك هيباتايتس، ها؟ هتدي ايه؟ هتدي كلوروكين، ها؟ وهتدي واحد من دول، وهتدي ايه؟ وهتدي اللي هو الدايلوكسامين برضه هتدي من عليه. يبقى ده كده اللي هو علاج الاميبا زي ما اتفقنا، للسيست اهم واحد هو مين؟ دايلوكسامين 10% بيفضلوا 90% ابزوربت، هو تراتوجينيك بس ده يتاخد في اي فورم من الاميبا. بعد كده اللي بيشتغل على فيجيتيف ميتروميدازول، واتفقنا برودراج بيتحول لاكتف، اكتف ده يبدا كاكتف اوكسجين سبيشيز، فيقوم عامل لي اللي هو الدي ان اي ديستراكشن، وده بيتاخد في ثلاث حالات. واحد الانتي اتش بايلوري يتاخد في الانيروبيك انفكشن، يتاخد في البروتوزوال انفكشن. الميتروميدازول عيوبه قلنا نمره واحد العيان ده ميتاليك تيست تراتوجينيك، قلت السي ان اس مانيفستيشن بتاعته، قلت ان هو ليه انزايم انهبيتور ممكن يزود الافكت بتاع الوارفرين، وكمان ليه دايسلفيران اكسيد او الكول انتولرنس، والحاجه الاخيره اللي قلتها وقلت لكم هارمس بس اللي هو دارك يورين، ودي حاجه بتقلق العيان. طلعنا التاني دازول اللي هو الكومبلاينس بتاعه احسن، والتي هاف لونج وبيتاخد ممكن يتاخد وانس. الاميتين قلنا ايه؟ ها؟ لاست تشويس في علاج، ده يتاخد جوه مستشفى. الكلوروكين امتى يستعمل؟ بيتضاف في العلاج لو العيان
كان عنده ايه؟ كان عنده اميبيك هيباكايتس.